ولك يلا يا خدوج الصار معك خلصي هالجريات وتعي بقى خلصينا بدنا نخلص في عنا شغل كتير ونبلش كعك العيد لا اله الا الله شو بتمسك عالبيت يلا امي ليكني جيت يلا جيت اندرعت على قلبي يلا جيت ركل البنات الله بالعيد بطيارة بجهز أمورهم وينهم بالمولات والزواع عبتشروا وبتبسوا شيء على كريمات ومسكات وحمرة وبطيخ وعلاكم بسمير إلا أنا بتطقيني بين الطنيجة والصحون أقسم بالله العظيم نعنس وضل بيكر البيت ما حدا يطلع جوتشي كلهم من وراء أمي ولك سمعتك سمعتك يا مقصوفة الرقبة ما حدا رح يطلع جوتشك مو ايه وبلا وبحفظ يخرب بيتك من حالك أنا مين بده يساعدني بالتنظيف بصيح الجيران ولا شيخ الحارة هذا مو وسخكم مو سلطانك انت وابوكي واخواتك بسرعة بسرعة خلصوا الحقيقة بسرعة لا تخلي الجنون تشوف الوقفة تطلع عليك ماشي امي خلصت ام عبلان انا رايح بدك شي لازمك شي جبتك اياه معي وانا جاي سلامتك برعمي سلامتك تشكل قاسي معقولة اليوم الوقفة ام عبادة وبكرة العيد معقول ما لازمك شي منه ما لازمك لوازم الكعك والفواكه والمشاريب والمكسرات والعدة كلياتها ما لازمك شي منه بتذكري ها يو شبو هاد كان يصير معه زهايمر عم ينسى المسكين نسي انه الاسبوع الماضي اخذت نص راتبه الاضافي واشتريت فيه كل لوازم بدي اياها للعيد يلا خليني اطرقه مني وقال له ما لازم نشي خلي يحس انه انا المره اللي بتحافظ على قرش جوزه هي هي يا معبدة وين سرحتي لا لا سلامتك برعمي تروح وترجع بالسلامه ان شاء الله حيا شي مني انت وشمس ترقعنا مالها بالعاده منو الله يستر من قصص على هالمخلوق اقسم العظيم ما برتاح لمنوم ام عبادة امسكي على شواربك ما بدك شي على شواربي بدي افرجك يا قدل تعوك مرحبا جاوب يا اهلا بالجاوب يا حي الله لحظة أنا ليش رايح واخد معي مصاري كلياتهم؟ إذا طبوا مني بالشغل الله ليش هالبلوى هي؟ إني أرجع أعينهم المحلهم أحسن ما يطبوا بعد ما أروح يلا مين جاء؟ يوم أبو عبادة ليش رجع هاد شبو؟ ما أنا أصلا صلي مناقصة عليه فترة بغرز بالغرفة وضل ساعة جوا لحاله إيش عم يعمل بالغرفة جوا لحاله؟ لا صار لازم أعرف ما عنه أفرجيك يا أبو عبادة وهي صاروا 2150 ليرة والله بتعرف من خرجك يا أم عبادة كل مرة بتيجي بتدور على مصاري عندي أخطر لأنه محطوطين بعلبة الدواء فكرة تشلحني مصاري خليني نروح لحق شغل التاني عشان لحق نجمع لنا شوية مصاري أعيد أمي وأخواتي والله بياكلوني بلا ملح يا حقيش وأنا كنا بيجي عيد بقول شي عيدني إلي لو لا قولي ما ضل معي البترن أصلا أنا ما عيدت حدا منه أنا أمي ما عيدتها أنا بفرجيك بسيطة يلا هاي كل علب الدواء الفاضية اللي قال لي أبوي أجهز له إياهم وأعطيهم دون ما حد يحس علي على السكت عجب إيش بده فيديو جديد يعمل فيهم علبة دواء والله لقطهم والله لقطهم يا خنزير عارفين وين يخبيهم مشغل مخهم عامل لي حاله فحيح على اساس ماله خبر انا عفريتي ما في شي بيمرق البيت علي منوب وهي لطشتهم كلياتهم خليني اروح جيب كيلوين ضيافه من افخم ما يكون
في الفستق الحلبي واغيظ فيهم تحسين شوي خبيت الحال. الله عليك يا امي، شو انك داهي خبيك عشان تعرف تخبي مصاري تاني مره عني على السوا. حسيت عليه اتاني عم خبي مصاري بعلب الدواء. لك ام عباده امره بيجي وانا لهو ما دبرت خطه مشان خليه ما يطلقني على هالفصل الناقص اللي عملته. والله بس يدروا المصاري مالهم موجودين ليطقوا فيه زيته. هدول امه واخواته بكون عصام بده اياهم لهم الله عنده اياهم من بعد رب العالمين. ايش عامل ايش عامل ايش عامل ايش عامل؟ لقطه هي هي. امي اقسم بالله العظيم اقسم بالعظيم شو احرفك انه ماني خبر بشي وما عملت شي طول عمره. اقسم بالله العظيم ولعك ولعك انا محسسني في انه بالموضوع بس بسيطة. هل مو موضوعنا هلا؟ بسرعة الحانة تحت على الصالون بسرعة بسرعة. ليش امي ايش في؟ خلاص والحانة وتحت بتعرف بس ايه ولك ها؟ شن؟ امي اول نهار عيد ايش البس؟ بلوزتي المقصبة ولا بلوزتي الحمراء ولا بلوزتي الخضراء الثانية اللي اشتريتها انا احلى برايك انت؟ وقت بدك تجلطيني؟ انا بشو وانت بشو؟ سامعني بس ايش بدك؟ رعيت طرقك. ايش في امي؟ ليش هالاجتماع الخطير المفاجئ هاد كلياته؟ اسمع انا اقول لك ولا انت وياه رحوبه وفهموا مني منيح. بدي اياكم بس يجي ابوكم تتشمتنوا هون بالصالون بتموا قاعدين فهماني؟ رايح شغلتك امي بسيطه ما نحن 24 ساعه باكين بالصالون. 100 مره انا قلت بك وعم بحكي لحد يقاطعني بس اجى ابوكم وسال عني. بتقولوا له امي اليوم طول النهار على سداشه الصلاه وايش عم تدعي دعاء عم بيستجاب بسرعه واذا ما صدقكم قولوا له اطلع وشوف بعينك. ايش حكيت انا؟ لحد هون فهمنا خدوج. انت رح صيح عليك 3 مرات اول مره وثاني مره ما بتردي الثالثه بتردي وبتجي لعندي مثل الطلقه وايش ما بقول لك بتنفذي حتى اذا قلت لك شوفي حالك من الشباك بتجرفي فهمتي؟ ماشي امي بس تصيحي لي رح اجي فورا. ولك خبيه بالصوت الثالث بتردي باي صوت؟ بالصوت الثالث بالصوت الثالث. اه ممتاز. وانت عبده رح امدح عليك 4 مرات ما بترد. بالصوت الخامس بتجي لعندي مثل الطلقه. بالصوت شو؟ بالخامس امي بالخامس ولا ممتاز. يلا ما ضل شي وبصل ابوكم كل واحد على شغله وبتنفذوا وتركن عليها انطلقوا. وينكم يا جماعه؟ وينكم يا جماعة؟ يلا يلا اجيت بابا؟ لا لسعني على الطريق. ايش هالسؤال البايخ؟ وين امك؟ عاد ماني شايفها. والله يا بابا اليوم صاير مع امي موضوع غريب كتير. ما امكم اصلا هي كلها على بعضها كائن غريب. هات شو تحكوا لي؟ ايش هالشيء الغريب صاير معها؟ هاد يا سيدي امي صايرة كل ما عم تدعي دعاء عاد يستجاب بسرعة. ايه لا ما بصدق. معقول؟ مالك مصدق هي فوق؟ طلع شوف بعينها فوق هي طلع بغرفة هي. فضايق والله احد. وين راحوا المصاري؟ والله بايدي حطيته انا هون. حطيته ولا ما حطيته؟ والله بتذكر حطيته. شلون بدنا ندور عليهم؟ الله ما بدا هون. لك بلا خبر فيهم منهم. احسن شي ندور عليهم على السكت. لا من شاف ولا من دري. ايش هالمصيبه؟ والله منين اجتنا؟ بالله لازم حطيته بايدي بسكت وحطيته مع والله حطيته فوق عيني بتذكر حطيته. شبك ابو عباده؟ كانه مضيع شيء؟ ادعي لك تلاقي شيء؟ لا لا ما بدي ما بدي شكرا شكرا. ناقصني مجانين انا. تدعي لي انا بفرجيك طول بالك. ياي السيد حط الاكل بالبراد هلا بيخرب خدوج. هاد اول صوت على الفاضي.
خدوش بس تمسك الموبايل بتصير بعالم تاني، ما بتعود بترد بنوم. بركاتك ادعينا شيخة، ادعينا بركة تجي. ولك يا خدوج مستحيل مستحيل تجي بنتي وبعرفة. لك يا رب يا رب ترد علي وتحط الأكل بالبراد قبل ما يخرب. ولك يا خدوج هات التنت يا أمريني يا ست الكل. حطي الأكل بالبراد بسرعة. نعم حطي الأكل بالبراد بسرعة. يلا 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 فورا يلا. يا ربي دخيلة شلون هيك؟ شلون جرى؟ كم عمره ما بترد؟ كأنه في ريحة زبالة؟ عبادك اني ما ينزل كبه لهالله؟ بدك عبادة يجي بهالوقت؟ ينزل يكبل لك الزبالة؟ لا وبكره العيد يعني بيخرب برستيجه ما راح يرد عليك منه. يا عبادة هل أبقى صوت؟ يلا عبادة يا عبادة عبادة ولك خلاص ما راح يرد عليكي. ابنك ما بتعرفي يعني بقيس مروطه بالمتر ما راح يجي ما راح يجي. يا رب يا رب يرد علي عبادة ويجي بسرعة يا رب. ولك يا عبادة يلا هذا الصوت الخامس. يلا نعم امي بسرعة الله يرضى عليك انزل كب الزبالة بسرعة. نعم انا هلا انزل كب الزبالة هون انا بسرعة روح كب البطيخ بسرعة. يلا يلا فورا ما الأصغر ريحتك خينوتني. يلا يلا فورا يلا رضاي القلوب والله أحد رح تنحي كلامه مزبوط طلع دعاء مستجاب الله بيتحقق فورا. لك يا ماما ده غير تقوي قلبك وتقلل تدعي لك بركي بتطاقي المصاري بكرة العيد إذا ما لقيتهم بتبهدل بدي عيد أمي وأخواتي بنات والله بيعجلوني بلا ملح. أبو عبادة كأنه في بتمك حكي قول هاي استحي. والله يا معبدة بصراحة وبدون لف ودوران أنا ضيالي كم ليرة ضيالي كم قرش يعني فبلكي هيك بتدعين هيك من دعواتك هيك بلكي بلاقي المصرات من هون لآخر الليل أو كحد أقصى لبعد صلاة العيد لازم ألاقيهم ضروري يعني. مو تكره مو تكره ما عندي خلاص من عيوني راح أدعي لك ما تاكل هم منوب. إيه راح أدعي لك بس أخذ اللي بدي إياه بدعي لك وبرجع لك المصاري لا من شاف ولا من دري. إيه الله يرضى عليكي إيه يلا بركاتك في خدمة. كل سنة وانت سالم يا ابن عمي. اقسم بالله العظيم خجلان ندخل نسلم عليهم قبل بنهار كنا وصلنا صوتنا لاخر الدنيا اول نهار عيد ليش بحجة نسلم على اهلي ما بعرف. كل عام وانت بخير ابا كل عام وانت بخير امي. شوف ابا ما في عيدية العيد ولا مثل كل عيد مثل كل عيد. وين عبادة كني نايم لسه؟ اي نعم ما في للعصر مش ما عيد حدا ما بتحفظ ولا ابنك. خدوج انت تعي معي نجهز القهوه وبين صوب بيت جدك بسرعه بسرعه. يلا امي امشي تعي تعي. بابا احكي لك على السر وبتعطيني عيديه؟ لا ما بدي ما بهمني ريح لي حالك. حتى ولا كان الموضوع بيخص مصاريك اللي كانوا بعبد الدواء واختفوا. احكي شوف له احكي شوف بسرعه احكي. تمام 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 راح احكي لك قصه كلها من اولها. هذا يا سيدي امي بعد ما رحت انت امي طعميني من هدول المعمولات تبعات تستون والله ريحتهم بتشق الراس. هدول لاخوالك يا بقرة كلوا انتو كعك عيد بس مثل الدواب بتربوا كل شيء يخرب بيتكم من حالكم. هيك لكن بسيطة وين راح ابوك بجودين؟ انا شو بعرفني شو بعرفني ما 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 بعرف فجأة راح ما بعرف ما بتعرف قلت لي بسيطة. الحمد لله واخيرا اول مره حدا بعيدني. وينكم يا معبدة يا اولاد وينكم لك تعوا بسرعه تعوا. يا لطيف يا لطيف مين مات ايش في يلا يلا يلا
شو معك ابو بدل؟ اللي عطيه بسرعة. ايش في معك بصاري؟ ورق، معدن، حديد، ايش في؟ هاتيهم كلهم ساعة هاتيهم. لا يا وليش بالله؟ لخربان الدنيا برا، البلد كلها عم تحكي بالقصة وانتم ما لكم خبر. ليش بابا؟ قصة غير احكي لك على الحكي. في فيروس منتشر بالمصاري، بس النسوان عم بمسكوا مصاري بايديهم، عم بصير معهم مثل هلع وفيقوا بالليل وبولولوا وبشدوا بشعورهم وعم بينزلوا بالشوارع بالليل بدقوا على الطناجر مثل مجانين. فضيق هو الله واحد. معقولة؟ لك ايه عم بحكي معك على اصلي. هلا رجال القهوة كان كلياتهم عم بيحكوا بالقصة وكلهم اخذوا مصاريهم من النسوان، خافوا يصير لهم شيء. ايش في انا اليوم راسي كل هذا بحكني؟ لو جربانة وحكني كل هذا هيك ايش؟ قولي انا ليش هيك هذا جربت؟ قولي ظهري عم بياكلني. قولي بابا هذا الفيروس عم يصيب النسوان بس ولا النسوان والرجال كمان؟ شو عم بسأل؟ لك هدول مشت عليهم الفيلم نظامي، طالما مشت ومشت كملوا الاخير وشفوت مصاري العيله كلياتها. لك ايه عم بيصير الكل، ايش في معكم مصاري؟ هاتوها بسرعه لناخذها على البنك مشان يعاقبوهم. سوق ابو بدر، سوق هذا كل اللي معك. سوق 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 بابا، هي كل عندي هذول يا جماعه الحين امر ستيفن. سوق سوق بابا، هدول كل مصاري كمان. ماشي انا رايح اخذ هدول المصاري كلياتهم هلا لنشوف شو بدهم يحلوا هاي القصه وينطفوا من الفيروس. برجع بيت وبحكي لكم ايش بصير معي انا بابا. اقسم بالله ما كنت مصدق تمشي عليهم القصه. والله صار فيني مو عيد دمي، عيد دمي وخواتي والشباب كلياتهم. الو ايه مين؟ خواتي عندك؟ جاي عيد الكل انا. يلا مسافه الطريق بس. كل سنه وانتم سالمين ان شاء الله. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير اعزائي المشاهدين. نشر الاخبار الان من الحدث. لقد تم القبض من قبل جهاز الامن على احدى كبار مروجين لفيروس ما يسمى بفيروس الاموال، واكدت وزاره الصحه ان هذا الخبر عار عن الصحه ولا يوجد شيء يسمى بفيروس الاموال، وانه هذا المرض تم اختراعه من قبل الازواج لنصب على اولادهم وزوجاتهم بعيديات. هذا كان كل ما لدينا، نلقاكم على راس الساعه للمجلس المقبل. السلام عليكم. هذا اللي بضحك على قبيلي، واحد مثل ابو بدر يضحك علي، شبط مني كل المصاري. شو بك امي؟ امي شايفتيني؟ امي؟ ايش عرفتي معك امي؟ 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 وي امي رح تنفخ. ليلة العيد انستينا وخليت الامل. يا لطيف شبانكم؟ يا لطيف ايش في؟ قلت لي فيروس ما هيك؟ قلت لي فيروس هادو منتشر. ايه فيروس، فيروسك مو فيروس عم بكذب عليك انا يعني، وبيخلي الناس تجن وتصيع بالشوارع. ايه هيك كل العالم عم تحكي، كل العالم عم تحكي كل العالم. قولك انا اللي بضحك على قبيلي، تيجي انت تضحك علي وتشمطني فوي وتحتي، تخليني على الحديد اول يوم العيد. ما قد ايش عم تقولي؟ والله ما عم بفهم عليك يا انا، ما عم بفهم. وحياة هدول شايفهم هدول؟ لعدمك حياتك، لخليك تحرم تلعب معي. طول بالك. رح تقوسه، رح تقوسه. لا ما بلا، كل شيء مسدسها وحي، مش عارف تترملي ولا تترملي، مو مصاري. هلا برجع لك كل شيء، هلا بروح اجيب لك كل شيء، بس طولي بالك، طولي بالك. لا شهدوا يا عالم، 10/4/2024 امرأة قتلت زوجها. ليش؟ لأنه حيوان أخذ المصاري بده يعيد أبوه وأخواته. خليه يفيدوك، خلنا نشوف. لا لا لا